مخرجات اجتماع الحكومة فيما يخص قطاع المالية، دراسة مشروع المرسوم الرئاسي لتكييف التدابير الخاصة مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية ضمن الوقاية من وباء كورونا ومكافحته. الهدف رفع القيود التنظيمية التي يواجهها الآمرون بالصرف في تنفيذ التدابير الاستثنائية والاستعجالية. المصادقة على المشروع التنفيذي لكيفيات استمرار الخزينة العمومية في تخفيض نسب الفائدة على قروض المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الجائحة، توفير شروط استمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض البنكية. في قطاع الفلاحة تم المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي لإنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الجنوب وأقصى الجنوب، ترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية بمرافقة حاملية المشاريع. في قطاع التجارة تم مناقشة عرض وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر. قطاع الموارد المائية تم الموافقة على إبرام 5 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية. المشاريع تندرج ضمن مخطط الحكومة الاستعجالي لتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب وتحسينه على مستوى ولايتي تلمسان وقسنطينة.